الصلاة في بيوتكم. تماشيا مع مبادرة التعقيم الوطني، باشرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع أم القيوين بالعمل على تعقيم المساجد في الإمارة بشكل مستمر، والوقوف على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. كما قامت أيضا بعمل الصيانة لبعض المساجد ومرافقها، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة ويفك هذه الأزمة.